السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعين الكرام، مباشرة من قلب منزل ورشة النحال. كما كتشوفوا معنا دائما التحضيرات متواصلة لعملية الهدم. كما كتشوفوا معنا يعني الأشغال والتحضيرات، مجهودات كبيرة. أجينا نعرفوا البلاصة حنا فين كنتواجدوا بعدا، فالباب اللي غنخرجوا منه جاك يطلع على شارع علال بن عبد الله. كما كتشوفوا النواب يعني واقفين على العمليه والاعيان ديال القبيله. كنشوفوا الاخ القميحي، الاخ الغزاوي، الاخوان كاملين حاضرين معنا، فنتمنهم الله الخير والتيسير. غادي ندخلوا معكم ونقربكم ان شاء الله. هذا هو اللي كاين الاخوان. كنهضروا على الودايه، كنهضروا على المساحه الكبيره، كنهضروا على الودايه، كنهضروا على الشجر ديال الكرم. اللهم بارك، شجر عنده سنوات، زيارات خاصة لأفراد جيش الوداية. فكما كتشوفوا معنا تبارك الله الدار كبيرة. كنشوفوا هنا البيبان، كل باب كيدخلك للدويرة. فكنشوفوا التيساع تبارك الله هنايا، يعني التواصل هنا ديال الإخوان ديال كما كتشوفوا. يعني العملية ديال الهدم غتكون عملية هدم كبيرة غدا الثلاثاء إن شاء الله. غتكون عملية هدم كبيرة غدا الثلاثاء بالنسبة لأفراد جيش الوداية. كنشوفوا هنا الإخوان النواب والأعيان كيقوموا بواحد المجهودات من أجل إن شاء الله إنجاح العملية ودوز الأمور إن شاء الله مزيان. هذا هو اللي كاين الإخوان، ونخليكم مع أبرز اللحظات. الجميل في الأمر هو أنه كنشوفوا يعني الناس بواحد صدر رحب كتستقبل الأمور. واللي الجميل في الأمر هو أن الناس كتقوم بالعملية ديال الهدم، الا انه كنتمنوا من السلطات المحليه انها تسرع العمليه ان شاء الله باش الامور تكون مزيانه وتمشي ان شاء الله على خير. لان كاين ناس مساكن اللي خارجين كارين وكيتسناو فارغ الصبر وقتاش يتسلموا المسائل ديالهم ان شاء الله وتمشي الامور على اكمل وجه. انتم الاخوان الكرم والله يبارك. هذا هو اللي كاين، تواصل مستمر. شوفوا معنا الاخوان، كنشوفوا الاخ مبارك، كنشوفوا الاخوان كاملين حاضرين باش كيوصلوا رسائل مهمه. كتشوفوا معنا التزريبه تبارك الله هنايا، الشجر والتيساع. هانتوما الاخوان، هنا راه كنهضروا على واحد النقاط اللي هي مهمه. ربما الناس الحمد لله ما استغلوش هذه الاماكن في امور اللي هي سلبيه، وهذه بشاره خير. فتحيه للعائله ديال النحال، كنتمنوا من الله الخير لعائله النحال. هذا هو اللي كاين، نتمنوا لهم التيسير يا ربي. كما كتشوفوا معنا دائما يعني حوار مميز بين افراد جيش الوداية والناس ديال النواب والاعيان ديال القبيلة اللي كيواكبوا العملية عن قرب. انتم الاخوان، كما كتشوفوا صراحة هذا الشيء اللي كنتمناو. فتحية للعائلة ديال النحال الكبيرة والصغيرة. في هذه اللحظات بعد تواصل يعني ديال الإخوان النواب والأعيان ديال القبيلة ديال جيش الوداية، فحنا غادي نختموا معكم في هذه اللحظات ونتلاقاو في فيديو جديد دائما مع الجديد ديال أفراد جيش الوداية. إلى هنا متشبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.